المدخل الرئيسي للقلعة نجدها مكونة من أقواس كانت داعمة لسقف كان في السابق، ومع حائط كان يفصل هذا المدخل إلى نصفين، بالإضافة إلى مخبأ صغير محفور في الحائط. كان ملجأ للجندي المكلف بالبوابة. بالعبور من الباب الرئيسي الذي يؤدي إلى باقي مرافق البناية، يتضح أن جميع منافذ القلعة وبواباتها تطل على الساحة الموجودة بالداخل. يؤدي هذا المدخل إلى الجهة العلوية الشرقية والأبراج الجنوبية المتصلة فيما بينها بممر لدورية المراقبة العسكرية. صنف ظهير 7 نوفمبر 1922 قصر البحر كمعلمة تاريخية